زوج أختي تارك للصلاة وهو متعلم ويعرف الصح والخطأ، وكلما نصحته يستهزئ بكلامي ويجادل بالباطل، فأخذته أقدم له أشرطة ومحاضرات دينية في الترغيب والترهيب، وقدمت له كتاب رياض الصالحين لكي يقرأ منه، وكذلك أزره، وكلما زرته وجدت على الكتاب كثيرا من التراب، وهو موجود هنا، وجاءت زوجته وهي أختي زيارة له هنا بالمملكة، وهي والحمد لله محافظة على الصلوات الخمس، وتقوم أيضا بإيقاظه لصلاة الفجر وتصلي، لكنه يسبها ويختمها إذا أيقظت. وعندما علمت بذلكم الحال بدأت أسأل عن هذا الموضوع، فتوجهت إليكم، وجهوني كيف أتصرف وكيف تتصرف أختي جزاكم الله خيرا، وكيف أتصرف حتى أكون سببا في إصلاحه، وفقكم الله. جزاك الله خيرا على هذا الاهتمام بأمور الدين وشؤون أختي. إذا كان القصد أن هذا الرجل لا يصلي مع الجماعة وإنما يصلي في البيت، فهذا تارك لواجب، ولكنه لا يؤثر ذلك على بقاء أختك معه، لأنه يعتبر عافيا، ولكنه ما دام أنه يصلي ولو في البيت فإنه مسلم، وبقاؤها معه لا بأس به. أما إذا كان القصد أنه لا يصلي أبدا لا في المسجد ولا في البيت ويترك الصلاة متعمدا، فهذا كافر إن كان مع تركه للصلاة لا يعتقد وجوبها ويعتبرها أمرا ليس من الواجب وإنما هي عادات وتقاليد، فهذا كافر بإجماع المسلمين، ولا يصح أن تبقى معه امرأة مسلمة، لقوله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك، فإذا كان يجحد وجوب الصلاة ولا يراها شيئا فنكاحه باطل، ولا يجب أن تبقى معه امرأة مسلمة، بل يجب أن يفرق بينهم. أما إذا كان يعتقد وجوب الصلاة ويقر بها وأنها ركن من أركان الإسلام، ولكنه تركها تكاسلا وتهاونا، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه كافر أيضا، الكفر المخرج من الملة، لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، ولقوله تعالى عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، إلى غير ذلك من الأدلة. صحيح أنه وإن كان يعتقد وجودها أنه كافر، وبناء عليه لا يجوز أن تبقى المسلمة في عصمة كافر، ولكن عليكم بمراجعة المحكمة الشرعية من أجل النظر في هذه المسألة، وإن قبل أنها تستدي منه ويطلقها، ولو لم تذهبوا إلى المحكمة فهذا شيء لا بد منه، اعرضوا عليها أن يطلقها ولو بعوض تتخليصها منه، أي العبا فإنها تمتنع من تسليم نفسها له، تمتنع من تسليم نفسها له إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.